سلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 92 من العام 2019. عنوان هذه الحلقة: بدء المفاوضات الإقليمية والحروب الصغيرة لم تنتهي. تحت هذا العنوان أبدأ من المعلومات الذي يجري على يد وزارة الخارجية العمانية وقادة عمان، ليس شأنا عمانيا إيرانيا ولا هو بالشأن العماني الخليجي. المفاوضات الآن تتم على مستويات متعددة بصورة غير مباشرة، بصورة تحترم بالنسبة لإيران الثوابت التي وضعتها. إيران تخطت أزمة العقوبات المالية، وبدأت أوروبا تفكر جديا في تفعيل الآلية المالية، هذا ما قاله المسؤولون الأوروبيون على أعلى المستويات. إن 7 دول أوروبية جديدة تمت إضافتها إلى آلية الأنستاكس. الآن هناك تحضير لاجتماع أوروبي سيعقد خلال اليومين القادمين، أوروبي إيراني مشترك لمناقشة كيف يمكن تفعيل الاتفاق النووي، بالرغم من أن القيادات الأوروبية يوم أعلنت إيران الدخول في المرحلة الإضافية من التصعيد قالت بأنها تدرس الخروج من الاتفاق أو تتفقد إمكانية الحفاظ على الاتفاق، وتصريحات عالية الوتيرة في وجه إيران. لماذا؟ لأن الاضطرابات التي كان يخطط لها الأمريكيون لم تكن قد اختبرت بعد. الآن وقد اختبرت هذه الاضطرابات. الأمريكيون بلسان الرئيس ترامب، عندما يسأل الرئيس ترامب من الصحفيين هل تؤيد الاحتجاجات التي شهدتها إيران، هذا كلام له معنى، مش كلام عادي أنه ترامب أخوت وترامب مجنون، بيقول ما بدي أعلق، وشوي بيرجعوا إلى عند الصحفي بيقول له لا بدي أقول لك لا أؤيدها. هو ما بؤيدها؟ ليش؟ مين اللي كان راعي وحاضن وحامي وحافظ وعم براهن ومتأمل؟ وهو أصلا كل نظريته شو بتقول؟ أنه إذا جففنا المصادر المالية الإيرانية سوف تنفجر إيران من الداخل ويخرج الشعب في الشوارع، والخطابات نحن معكم يا شعب إيران وكل هذا الكلام. الاختبار العسكري وصل إلى طريق مسدود، تلقت أمريكا مجموعة صفعات هي وحلفائها ولم تجرؤ على الرد، وحكينا عنها كثيرا، من سقوط الطائرة إلى أرامكو إلى أفيفيم إلى آخر جولة في غزة راهن عليها نتنياهو بلا فائدة وبلا جدوى، بالعكس عملقت حركة الجهاد بدلا من أن تضعفها. بقي الخيار المالي، طيب هذا الخيار المالي فزعته في إيران أنه نحن بدنا، راحت إيران وقطعت رأس الأفعى كما يقال، يعني جمت هذه المجموعات الناشطة قبل أن تمتلك زخما شعبيا بإيران لتقدر تحكي عن انتفاضة بالمعنى الحقيقي، بك تحكي عن خروج 10% من الشعب، يعني 10 ملايين لازم يكون عدد المتظاهرين في أنحاء إيران. لما الرقم الأعلى الذي أعطي لحجم المشاركة هو 200,000، الرقم الإيراني بيقول 70,000، أنا بدي أخذ معدل وسطي يقول خليه يكون 100,000 120,000، يعني عم تحكي على نسبة 1% من اللي لازم ينزلوا، 1% يعني نسبة 0.1 من الشعب الإيراني ونسبة 1% من الحد المقبول. الحد المقبول هو لتقول انتفاضة 10 ملايين، 100,000 إني 1% من 10 ملايين، يعني لحتى نقربها أكتر، مثل إذا عم نحكي بتونس مثلا، تونس عدد سكانها 7 ملايين، لتقول انتفاضة بتونس لازم ينزل 700,000. لما بتقول اللي نزلين هني 7,000، 7,000 بتونس ما بيعملوا انتفاضة، وال100,000 بإيران ما بيعملوا انتفاضة. 7,000 بتونس هني 2000 ناشط و5,000 مهتم ومتحمس وفضولي وهذا، وبالتالي إذا هاي هي الحالة هول 7,000 قادر تشيل منهم 2000 وتتصيدهم أجهزة الأمن وتجيبهم وتحقق معهم وتحجر عليهم وتقطع دابر الاحتجاجات أو الانتفاضة، بس هي مش انتفاضة. لذلك الإمام الخامنئي قال أحداث أمنية، لذلك هي اضطرابات وليست احتجاجات. وبالتالي إذا هذا تسكر، طيب استعملتوا الفساد الحقيقي مش الكاذب والتخريب الاقتصادي اللي تم، الفشل الاقتصادي اللي تم، الفشل الخدمات اللي تم، وهذا صحيح بالعراق وبلبنان، لأنه حدا بيتخيل العراق، طيب يا عمي هاي سوريا بالنص بين العراق ولبنان،
سوريا اللي فيها الحرب، لا لبنان ولا العراق، بالتسع سنوات الماضية انه بال 2014-2015 فهمنا انه العراق كان في داعش، بس من 2015 وجاي اربع سنوات ما في شيء. ومعركة داعش لم يكن لها صلة لا بالكهرباء ولا بالخدمات ولا بالطرقات ولا بسواها. شرف وخدوا سوريا وخدوا لبنان وخدوا العراق بالطرقات، معلش شتت بلبنان وشتت بسوريا. بلبنان انطافت العالم بالطرقات وتسكرت عليها الطرقات، بسوريا يا دار ما دخلك شر، من ساحلها لجبلها للصحراء للعاصمة للمدن الكبرى، وحرب حرب يعني بتدمر بنى تحتية، حرب يعني المجاري ما بتكون فيها شغالة، لا تم ترميمها وإعادة بناؤها. والطرقات أنا بتمنى أنه اللي عم بيسمعوني يكونوا قادرين يختبروا صدقية ما أقول، أنه أوتوسترادات سوريا الآن كأن الحرب لم تكن ولا على طريق من الطرقات الأساسية اللي هي بمئات الكيلومترات. نحن ما في بلبنان، حتى اللي عم بيقولوا أنه هذا بسبب حرق الدواليب، هاي الزفت اللي حرق الدواليب بيشيله، هذا لو صاير بسوريا هذا بعد 24 ساعة كانت ترممت الطريق وترجعت مثل ما كانت وأحسن. أنا كل سنة هذا طريق المصنع دمشق اللي طوله نص المسافة بين بيروت ودمشق، هذا كل سنة بينشال الزفت عنه وبينزل زفت بالحرب، عم بحكي مش بالظروف ما قبل الحرب. طيب هاي الطرقات، النفايات، أتحدى أنه يكون في، مش أزمة نفايات، لك امشي بشوارع الشام بتستحلي تفرش وتنام لأنه النظافة، الخضرة، الزرع، الإضاءة. ليش بالعراق مش هيك؟ ليش ببغداد مش هيك؟ ليش ببغداد بتمشي بالشارع بتقرف من الروايح؟ الأنهار صارت مجاري مياه مبتذلة. بلبنان حدث ولا حرج عن النفايات وعن تخريب البيئة. ليش بسوريا الحرب والدولة ذات اليد الضيقة واللي إمكاناتها مش على قدها واللي فوق منها حرب حرمتها من مداخيل عديدة، النفط لهلا مش قادر سوريا تمد إيد عليه بشكل حقيقي، موارد العراق قائمة. طيب ولبنان كذبة الفرفشة اللبنانية اللي كانوا يتمسخروا على الاقتصاد السوري، نحن الاقتصاد المنتعش العالمي المندمج بالاقتصاد الدولي، نحن طيب هينا نحن منصدر بمليارين ونص مستورد بعشرين مليار. طيب ليش سوريا قادر تكون عندها اكتفاء مش غذائي، اكتفاء ذاتي استهلاكي، يعني الغذائي وغير الغذائي ما انقطع ولا مادي استهلاكية أساسية من منظفات البيتية إلى شو اللي بيخطر ببالك، إلى المحارم الورقية، إلى كل صناعة محلية، وما توقف تنهار. وفوق منها إنه الدواء مثلا بسوريا 90% منه هو صناعة محلية، ما توقف نهار. طيب واقع الحال هلا بتجي بتقارن مثلا بتقول إنه سوريا كهرباء 24 ساعة، طيب العراق من 2003 خلصت الحرب الفعلية في العراق اللي راحت فيها محطات الكهرباء، داعش ما كانت بالمناطق اللي بتتأثر فيها محطات الكهرباء، وإذا بتتأثر لمنطقة معينة. بس بغداد شو؟ إذا بغداد والبصرة اللي ما قرب عليهم داعش والنجف وكربلاء ودا التقنين فيهم نص الوقت 12 ساعة ما بتجي كهرباء، وإذا بلبنان مرة 8 ومرة 6 ومرة 12 وفي مناطق ما بعرف قديش. طيب بسوريا ليش محلولة؟ ليش بلبنان والعراق مش محلولة؟ طيب العراق عنده 4 مليون برميل باليوم، أكيد مشاكل حقيقية، قرر الأمريكي أن يستثمر على هذه المشاكل، أن يوظف هذه المشاكل. هلأ خلصنا من التوصيف الموضوعي حتى ما حدا يقول أنه عم تحولوا المشاكل الفساد والانهيار ببنى يفترض أن بحضنكم يا محور المقاومة عم تدافعوا عنها، لا ما عم ندافع عنها. الفساد فساد والفشل فشل، والتكامل الاقتصادي الذي كان يجب أن يقوم أصلا بين العراق وسوريا ولبنان تتحمل مسؤولية القوى السياسية في العراق ولبنان، لأن سوريا كانت دائما جاهزة ولا تزال جاهزة. طيب بس عم نعمل مقارنة لنقول نعم هذا فشل وفساد ما نشي تاني على الإطلاق، والدليل أنه حتى بالبعد الاجتماعي دولة راحت كل مواردها بسوريا وبعده التطبيب مجاني وبعده التعليم مجاني
وبعد الكهرباء بأرخص الأسعار، يمكن فيش إلا إيران أرخص منها، وبعد الهاتف الخليوي خدمة أحسن من لبنان وأسعار 10% من التسعير بلبنان، والدولة ميزانة رابح. هذا أكيد فشل وفساد، فشل بلبنان وبالعراق وفساد بلبنان وبالعراق، لكن هذا هو وجه الصورة الأول. وجهها الثاني أنه الأمريكي الذي رعى النظامين العراقي واللبناني على الأقل على الصعيد المالي، على صعيد تصعيد رموز الطبقة السياسية وفلت له حبل المال والسرقة والنهب والفساد، والهذا هو الذي أراد، لأنه يعرف جيدا شو عامل وشو مربي وشو مساوي، أراد أن يفجر هذين النظامين من بوابة ثورة شعبية، انتفاضة شعبية عظيم. من أجل شو؟ من أجل أن يطرح في العراق حل الحشد الشعبي بالمباشر بلا ما نلف وندور، وفي لبنان سلاح حزب الله. طيب قدر يوصل لشيء؟ ما قدر يوصل. ليش؟ لأنه في النتيجة هو يعلم أنه عم يلعب على حافة الهاوية تهويلا ضغطا. طيب هذا الضغط ما قدر يأثر، هالتهويل ما حدا اشتراه، لأن الناس تعلم، الناس عم نحكي قوى المقاومة تعلم جيدا، تعلم أن الأمريكي في وضع ضعيف، وأن آخر أوراقه التي يمكن استعمالها، آخر أوراقه هي البنى والهياكل المتعيشة على هذا النظام المالي المرتبط بالغرب، وأنه إذا بدفشك دفشي وبشيلك ببرات النظام المالي للغرب تتعذب لك شهرين ثلاثة خمسة ستة وبتصير جزء من منظومة ثانية. أيمتى؟ بعد ما الصين صارت دولة صناعية أولى مش بالاستهلاكيات، ما عادت الصين اللي كانت قبل 20 سنة بس تقول لهم المحور الشرقي بيقول لك بك تعملنا مثل كوريا. ليش يا حبيبي بدي أعملك مثل كوريا؟ ليش؟ ليش مش مثل الصين مثلا؟ الصين اللي غيراني أمريكا منها، اللي بتروح بتصنع كل صناعاتها المعدة الصواريخ بتروح بتصنعها بالصين، وانتوا روحوا شوفوا يا عمي، شوفوا التلفزيونات وشوفوا التليفونات وشوفوا البرادات وكل شيء بيجي بماركات أوروبية وماركات أمريكية، وين مصنع؟ بالصين. طيب هاي الصين بقدرتها المالية بقدرتها الاقتصادية، انه انت لما عم تجي تقول للعراق، راح العراق عمل اتفاقات $500 مليار مع الصين، طبعا جنوا الأمريكان، فتح العراق معبر البوكمال، طبعا جنوا الأمريكان، هلأ سوريا أخذت قرار وهذا بكرة بتشوفوا نتائجه، إعفاء الشاحنات العراقية من أي رسوم. تعرف شو يعني؟ يعني الشاحنات العراقية راح تفوت على سوريا تحمل تياب من المصانع وتحمل أدوية من المصانع وتحمل ليمون من المزارع، وراح ينتعش الاقتصاد السوري بعملة صعبة، وراح تنزل الليرة السورية، ينزل الدولار قدام الليرة السورية بعد 3 أشهر من انطلاق هذا الموج الاقتصادي، وراحت الشركات واجتمعت بالشركات وطلع معهم بالحصيلة انه العقدة هي مثل ما بين لبنان والعراق، بس لبنان والعراق لا يقدروا يحصلوا عليها، بدها الدولة السورية تسمح بانه يكون والله الشاحنات عليها رسوم مخفضة، وإلا بتصير كلفتها أغلى من كلفة الذهاب بحرا، وبتوصل غالية على السوق العراقي وغير اقتصادية، والعراق ما له مصلحة أن يستورد عبر مرفأ أي بيروت وطرابلس إذا الشاحنة بس ما تمرق بسوريا بتدفع $4,000. هذا منطق الأشياء بيقوله، بس هذا لا ينشال، بدها تروح حكومة لبنان على سوريا وتقول لسوريا أنه نحن جايين لنعمل تفاهمات، نحن جايين بكل نوايا صافية وقلب طيب وروح الأخوة، مش جايين نتغطرس وما بزور الشام أنا ومدري شو، وما بنزل إلا بمطار دمشق لأنه لا يعني بده يسقط النظام سعد الحريري، عم نحكي في بداية الأزمة في سوريا، بدأ الناس تتواضع وتعرف عال عظيم. هذا الوضع اللي كان يمكن أن يشكل حلا إجا الأمريكي وحط له ليمنعه. كل الفورميلا اللي بناها الغرب حتى أيام الانتداب الفرنسي والبريطاني شو هي؟ إنه هذا مدى طبيعي. شو يعني طبيعي؟ يعني الله خالق التكامل بيناته، يعني هذا تواصله ما كان في حدود مئات آلاف السنين، ترجع ما في حدود. هل اللي إجا ورسم حدود أول مرة حطت حدود مع سايكس بيكو، يعني الانتدابين، ثم إجا الأمريكي وكرس هذا الانقسام وعمقه واستثمر عليه. عظيم. أنت شو عاطي الشعوب
مقابيل الحفاظ على الحدود، عاطي الشعوب مقابيل الحفاظ على الحدود، وعد بالرفاه انه اصرفوا واستهلكوا وجايكم المن والسلوى، وهاي البضائع الغربية بين ايديكم ليكم احلاها، الشرق ما بيعرف يعمل مثلها، هاي السيارة وهاي الكمبيوتر وهاي التليفون وهاي البدلة وهاي الفستان وهاي الكذا وهاي حاجاتكم وهاي المكدونالد وهاي الهامبرجر، عظيم. هم قابيل شو؟ مقابيل احموا الحدود، تمسكوا بالحدود، تقاتلوا ككيانات متصادمة. طيب اليوم اذا انت جاي تهددني بدي شلحك كل شيء، لا بقى تحلموا بدولار، ولا بقى تحلموا انه فيكم تستوردوا، ولا فيكم تجيبوا بنزين، ولا فيكم تجيبوا دواء، ولا فيكم تجيبوا كل هالرفاه اللي كان عندكم، وحافظوا على الحدود. ليش ما نحافظ على الحدود؟ منطقيا وطبيعيا الواحد لما بيكون بضيعته ما لقى مادي عم بفتش عليها بيطلع على الضيعة اللي حدها، بدولته بيطلع على الدولة اللي حدها. طيب اذا الدولة اللي حدها فيها منطقيا وطبيعيا حتصير موجودة بالسوق، وبعد شهر واثنين وخمسة وستة الناس بتتعود وبتتأقلم وبتهذا، وبصير لبنان وسوريا، لبنان بينتج شيء تستهلكوا سوريا وما بتنجوا، وسوريا بتنتج شيء لبنان بيستهلكوا وما بينجوا. هذا منطق الطبيعة، هذا يعني هاي الحياة الإنسانية على مدى آلاف السنوات، وهي الحياة اللي بين دول الجيرة. ولذلك المنطقي والطبيعي لبنان سوريا العراق، لما بيكون العراق 55% من مستورداته بالستينات تأتي عن طريق مرفق بيروت، ليه؟ لأنه طبيعي أنه بين البصرة اللي هي مرفق العراق اللي بكتمرق بالخليج، تطلع من هرمز تبرم بحر العرب تفوت بقناة السويس لتجي على المتوسط، وبين بيروت بغداد 400 كيلومتر، بتسهيل الانتقال بصير البضاعة بتنزل ببيروت بتصير بالعراق، فكان 55% من مستوردات العراق. تعرفوا قديش بيجيبوا لمرفق بيروت لحالهم؟ مليار دولار بالسنة بس مستوردات العراق لحالها، وعم نحكي ببلد مثل لبنان العشرة مليار دولار هي سقف مستورداته، ولا بنستورد بعشرين بلا طعمة، بس اوتوماتيكيا هلا مع الأزمة رح يصيروا عشرة، وصاروا عشرة في منهم خمسة محروقات. يا عراق هذا خط الأنبوب الممتد بين كركوك وطرابلس بدنا نشغله بالتعاون العراقي السوري اللبناني، وهذا بالتكرير بالمصافي ينتج استهلاك لبنان وسوريا، ومقابيله يا عراق من هون لثلاث سنين رح نصمد لك إياهن من النفط اللبناني بتاخدهن على المتوسط لمين ما بدك بتبيع انت نفطك ليوصل على المتوسط بده، بينما انت رح يكون عندك اذا 400,000 برميل باليوم، يعني انت عندك تقريبا بحدود 200 مليون بالسنة، على 3 سنوات عندك 600 مليون برميل، روح بيع اللي بدك اياه انه انا بسلمكم من ساحل لبنان، وهي فيها وفر كبير للعراق وربح كبير للعراق وكريدت رصيد ما بمانع. لذلك التهديد الامريكي بدأ، التصعيد الامريكي تم، التلاعب الامريكي تم، ضغط ضغط ضغط، ناس ما باعت، ناس ما تنازلت، ناس صمدت في العراق وفي لبنان. شو بدي هلا باللي عم ياخذوا الجانب من بعده الاجتماعي الصرف هلا بنجي له، لكن لانه الانتفاضه نفسها باعت حالها، يعني قياداتها باعوها لتصير اداه اللعب السياسيه لما تحقق مكاسب اجتماعيه، وكان هناك فرصه بلبنان وبالعراق. مين اسقط على الانتفاضه في العراق شعار اسقاط الحكومه وحل المجلس النيابي؟ او المواطنين البسطاء اللي نزلوا بالشارع هاممون مين هو رئيس الحكومه، وهاممون مين اعضاء الحكومه، وهاممون مين النواب؟ اللي رفع هذه الشعارات للعراق ورفع مثلها للبنان رغم ان لبنان شيء والعراق شيء، هو معلم واحد. ليه؟ لانه هو يريد ان ياخذ العراق ولبنان الى الفراغ، وانه يقول هذا الفراغ دبروا راسكم دفعوا لي بركب، دفعوا لي مش مصاري، دفعوا لي سياسي. وافقوا على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بما يرضي القيادة الإسرائيلية، بقلع لكم بلبنان، ولا فلتمن علنا ولا ديفيد شينكر علنا. بالتالي هلا منجي لكيف أدارت الانتفاضات نفسها، بس عم بحكي في الجوهر كان سياسيا والصراع سياسي، وقيادات الانتفاضة أصلا لو رفعت شعارات اجتماعية واقتصادية معناتها مش أمريكية قولا واحدا. يعني هو 50 يوم اللي مرقوا بعمر لبنان بدل ما يكونوا 50 يوم قاعد فيهم سعد الحريري لاكي كجر على إجر
ومرتاح ومبسوط لأنه استقال. شو فيك تطالبه؟ بدنا بقول لك خير الحكومة مستقيلة روح عملوا استشارات لتسموا رئيس حكومة. طيب مين اخترع لي هاللعبة اللي قال استقالة حكومة؟ ما النظام المالي الاقتصادي مين رمزه؟ سعد الحريري. من أراح سعد الحريري الذي طرح استقالة الحكومة ورماها له لقمة سائغة، تلقفها ومضغها وأعاد ومد جري. طيب الحكومة اللي لازم تأخذ قرار، أنت شو 50 يوم؟ 50 يوم كنت فيهن نزلت سعر السيلولر على الناس، هذا الموبايل اللي فيه فيش بيت فاتورته أقل من $200، لأنه إذا فيه 3 تليفونات ألف حدا بيصرف $50-$60 بالشهر. $200 إذا قلت 50% على السيلولر ظرف معيشي، ونحن فاتورتنا قد سورية 10 مرات، يخي نزلونا للنص. كنت وفرت على كل بيت $100، يعني كأنه واحد حطيت له بجيبته $100. هذا إنجاز كان كتب للانتفاضة وباللبناني وممنوع بالدولار. إنجاز تاني، بدنا قروض إسكان، إيه بس بدنا على طريقتنا قروض إسكان. بدكم تعطونا $1 مليار قروض للإسكان 500 ب500، عظيم. بس هو ممنوع نشتري فيه البيوت تحت 50,000 تحت 100,000 و150,000. مشاعات البلديات تخصص للتعاونيات الزراعية والسكنية، هاي مشاع بلدية بعلبك، هاي مشاع بلدية صور، هاي مشاع بلدية جوني، هاي مشاع بلدية بكفية، هاي مشاع شو بتساوي فيه؟ بتعمل فيه تعاونيات سكنية وزراعية. شو يعني تعاونيات؟ يعني بتقول كل 20 شخص بيجوا بيقدموا طلب انه هني تعاونية سكنية، بيطلع لهم قطعة ارض تكفي لبناء بناية فيها 20 شقة، بتعطيهم اياها وبتمولهم ليعمروها وبيروحوا بيسددوها على مهلهم. قديش بتكلف فكركم ان عمارها شقة بالمواصفات الوسطى؟ لا عم نحكي الارستقراطية ولا عم نحكي اللي مبهدلة مثل ما بيقولوا. $25,000 اذا 100 متر، بدل ما تدفع العالم $200,000 و$300,000 لما بتقول لأهل بكفية انه في فرصة تبنوا شقاكم. ولك الزواج بيتغير شروطه، دورة الحياة الطبيعية بين البشر الموقفة بتنطلق. تعاونيات زراعية، كل 20 واحد بيجوا بيقولوا بيقدموا مشروع، نحن ما نعمل مشروع خضار، تعوا خدوا تمويل وخدوا الأرض. شو بصير عندنا بلبنان؟ بصير عندنا اكتفاء ذاتي، وبصير عندنا فائض للتصدير، وبصير في فائض للتصنيع اصلا من المنتجات الزراعية. هيك بتنمى البلاد، وهيك بتتطور الاقتصادات، وهيك بينزل الاستيراد، وهيك بزيد التصدير، وهيك بصير عندنا توازن بالميزان التجاري وبميزان المدفوعات. الامريكي بيعرف هالشي، لذلك الامريكي سقف الانتفاضة بشعار سياسي، شعار سياسي من اليوم الأول، استقالة الحكومة وكلهم، يعني كلهم مجلس النواب راحوا سكروا مجلس النواب. لك بدل ما تسكر على مجلس النواب، يعني اطوقوا وطلوا نفوتوا اجتمعوا، ولا سكرنا الباب ممنوع تظهروا. انتوا النواب بدكم تبقوا قاعدين بمجلس النواب لتطلعوا لنا هال30 قانون، قانون لمكافحة الفساد، قانون للانتخابات، قانون لرفع الحصانات، قانون لرفع السرية المصرفية، قانون. ب50 يوم كانت انعملت العجائب على المستوى الاقتصادي والمالي والسياسي. شو بدي باستقالة حكومي؟ أنا استقالة حكومي بتفتح لي بازار تشكيل حكومة جديدة، وكل واحد بده يقول لي رأيه، وهذا عاجبني وهذا مش عاجبني، وستأتي من ذات الرحم. ما معروف هذا الشيء، تصعيد الطبقة السياسية الجديدة منين بيجي؟ هذا مش اختراعنا، وهذا بيعرفوه الكل، وبيعرفوه اللي بالانتفاضة، وبيعرفوه بالعراق، وبيعرفوه بلبنان، بيجي من الانتخابات. طيب انت جاهز بالعراق اليوم يا شعب عراقي لانتخابات تغير المعادلة السياسية؟ ابدا. بتغير بين اطراف المعادلة ايه، بس بتجيب وجوه جديدة وقوى سياسية جديدة ودم نظيف؟ ابدا. لن يزيد، وانا اتحدى في العراق وفي لبنان، عدد التغييريين الذين قد تحملهم انتخابات قادمة عن 10%. و10%، طيب شو بيعملوا بيساووا؟ يا بيعدوا برات الحكومة وساعتها بصيروا مجرد صوت إعلامي، يا بيفوتوا بيشاركوا بالحكومة وساعتها بنقول لهم كلكم، يعني كلكم، لأنه أنتوا مشاركين الفساد بالحكم. مرجعنا محلنا، أيمتى بتروح على الانتخابات؟ بتروح على الانتخابات لما هاي الانتفاضة بتعطيها زخم، بتحقق إنجازات، تنتج قاضي، في ثورة بدها تعمل تغيير سياسي وبتخبي قيادتها، كيف بتربح فيها السلطة السياسية لكان؟ يعني كيف لاحقا بدها تفوت نواب
يغيروا دم جديد بالمجلس النواب إذا ما استعملت منصة الانتفاضة لتظهرهم ولتحولهم لرموز ولنجوم وللناس تصير تروح تسمعهم وين بيحكوا. بتقول نحن ما عندنا قيادة، لا، لأنه في قيادة بس قيادة سرية، قيادة إذا كشفت لبصق في وجهها، لذلك هي بتخبيها لأنه معروفين أنه هولي جماعة الأمريكان وهولي جماعة المحطات التلفزيونية، كل واحد ملف فساد وبيطلع قد راسه، وبالتالي شو بيحكي فلان عفلان ما بيقدر، ما هو ابن ذات البيئة الفاسدة، ماخذ قروض ومسهلة وعامل السبعة ودمتها ومقدم مناقصات ودافع رشاوة وعارض رشاوة، شو بيطلع له يحكي، وسارق انترنت مثل تعول الام تي في، بالتالي ما بيقدر يقول نحن شيء آخر. لذلك التخبئة هي التي تمنح فرصة النزاهة، انه قيادة في مجموعة من الناس الابضيات العظام هول ومضحين بحالهم انه ما عم بيبينوا لانه لا بدهم يعملوا وزراء ولا شيء. طيب ما بدهم يعملوا وزراء بس بدهم يعملوا نواب، مين بيعمل نايب؟ كيف بتطلع هلا بتقلي بدنا قانون انتخابات لبنان دائرة واحدة والنسبية، هيك سمعنا بالانتفاضة، وخارج القيد الطائفي بكرة. طيب بكرة رح نعمل انتخابات، مين ما تنتخب الناس؟ ومين هن الأسماء اللي أنتجتن الانتفاضة اللي بيمثلوا هذه العذرية، هذه النزاهة، هذا الوعي الاستثنائي؟ ما في. لو في نية انه انت عم تعمل شيء سياسي حقيقي لكنت لقيت كل يوم في خطيب جديد مفوه مثقف تاريخه نظيف انجازاته عظيمة، هذا فلان صار عندك 40-50 واحد، بكرة الانتخابات بعد 6 اشهر تعمل معركتك الانتخابية فيهم باللي منعرفهم، حتى اللي بيحكوا على الفساد غرقانين بالفساد، وبالتالي سيست لأن المطلوب أن تكون سياسية. طيب هذا التسييس مع الضغط اللي عملوه عطى فرص، أوكي قعد سعد الحريري بالبيت والنواب الفاسدين والوزراء الفاسدين قالوا إجا باب الفرج، اللي سافر سافر واللي هرب مصرياته طالما ممنوع التشريع، يعني ما في رفع حصانات، يعني ما في ملاحقات، ولا أصلا بهتت وضعفت في لبنان وفي العراق، ما حدا يفكر. طيب شو الرهان الأمريكي كان على أمرين، أن يستثمرها في التنازلات المحلية من قوى المقاومة في كل من لبنان والعراق، وهذا لم يحدث، أن يستثمرها ليطور ما كان يعده لإيران، وهذا قطع دابره، ما عاد في أمل. لذلك بلش الأمريكي يقول خلينا قبل ما نضعف ونصير نحن ما ندفع حق إعادة تركيب الحكومات، لأنه أنا بقول لكم هلأ إذا بتفرط الحفلة وما بصير في تسويات، الخاسر هو الذي لا يستطيع تصنيع بدائل. فريق المقاومة ما عنده مشكل، صحيح أنه لا يرغب أن نبقى بلا حكومة، صحيح أنه لا يشجع على الفراغ، صحيح أنه مستعد للتسويات، لكن عمول إذا افترض هيك أنه الأمريكي قال يا أخي أنا بدي أعمل تسوي، أنه سعد الحريري مش شروطه هاي، سعد الحريري ما بده يعمل رئيس حكومة خلص، وما بده يشارك معك بإنتاج رئيس حكومة، وسكر الأبواب لأنه الأمريكان قالوا له سكر الأبواب، والسعودي مسكر الأبواب لأنه الأمريكان مسكرين الأبواب وهو مرتاحين لوضعهم. لو كان هذا هو الوضع، قوى المقاومة عنده بدائل، هو شو عنده بدائل؟ أنه هو بيهدد بالوضع الاجتماعي بيوصل على الوضع العسكري؟ أكيد لا، أكيد ما نقادر. طيب قوى المقاومة شو بدائلها؟ بدائلها أنه تكامل، أنه رح تفتح لبنان على سوريا ورح تفتح سوريا على العراق ورح يفتح لبنان وسوريا والعراق على إيران، هاي التطور الطبيعي بدون تخطيطها، وهذا بدون أحزاب وبدون شركات وبدون بشكل عادي وطبيعي جدا جدا. لبنان بال75 نقطع البنزين، هاي منعرفها كلنا اللي عاشوا تجربة حرب ال75-76، صار بلبنان البنزين سوري بكل لبنان بالشرقية وبالغربية وين ما كان، والتجارة ما بتعترف بالحدود المرسومة وما بتعترف بالحواجز والخطوط التماس، عابرة كانت سترنات البنزين تمرق على الشرقية من الغربية، تاجر يبيع لتاجر ويهدوا الجبهات لتقطع، وبالتالي المواد التي تنقص بدها تتقبل يؤمنها السوق إجباري. فهذا اللي بيقول لك جايين على مجاعة ومدري شو، هذا تهويل للوصول إلى تنازلات سياسية.
هذا ليس واردا. تكامل يفرض نفسه، منطق يفرض نفسه. سوريا غنية بالموارد الاقتصادية الطبيعية، بالمواد الغذائية خصوصا، واللبناني ما هو مضطر أبدا أنه ما بيأكل إلا شافر يعني، لا بيأكل لبنة وجبنة بلدية، وبس يطلع على الشام بصير يمدح فيهم بالمطاعم وأنه اللقمة طيبة ولقمة نظيفة وصحية وإلى آخره، وبالتالي لن يكون هناك مشكل. سوريا اللي قادر تأمن لخمسة وعشرين مليون سوري الخبز المدعوم، مدعوم يعني سعر الخبز بسوريا تقريبا قد نصه إذا مش أقل من لبنان، بصيروا الناس يجيبوا خبز من سوريا إجباري، وبالتالي إذا وبصير يجي الطحين بيجي القمح، يعني ما حدا يفكر. والأمريكي بيعرف هالشي، بيعرف من حدوده مع المكسيك، بيعرف من أي حدود مع أي حدود أنها أقوى وأشد جبروتا من كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها، كيف إذا في نقص وفي جوع. لذلك الأمريكي يعرف أن البدائل متاحة، وأنه مش عم بحكي بدائل حكومية، البدائل الواقعية أنه باقي البلد بلا حكومة أوكي، بدي افترض أنه الغالبية تم العبث فيها، ما عادت غالبية، ما قدرت تتماسك على تسمية رئيس حكومي وأخذ قرارات، ويمكن يكون أفضل أنه يخلي بلا حكومة إذا ما بده يكون الشريك الآخر اللي حامل مسؤولية النظام المالي والاقتصادي، قد يكون الأفضل أنك ما تعمل حكومة وكمل وابني وقائع حقائق في الأرض الاقتصادية. طيب الأمريكي شايفك أنت عندك بدائلك، هو ما عنده بدائل، هو وصل لفوق للقمة بالضغط وبده يبلش عنزول، وانت رح تبلش طلوع، لذلك هو يريد أن يأتي للتسوية. لذلك طلعوا هلا شو اللي عم بصير بالمنطقة اليوم. عادل الجبير عم يحكي عن احتمالات كبيرة للوصول إلى هدنة، إلى تهدئة في اليمن تنتهي بتسوية. أنا حكيت عن التسوية بالمرة الماضية واللي قبلها، لأنه عندي المعطيات والمعلومات عن أنه 80-85% صار مقطوع الموضوع باتجاه الإنهاء. لما بتوصل السعودية وأمريكا والإمارات بيعطوا كلمة رسمية بالاستعداد لجعل استقالة منصور هادي مدخلا لتشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء، 3 من الشمال و2 من الجنوب، يعني خلص ركب الحل. لما بيقولوا حكومة وحدة وطنية تضع دستورا جديدا، وبصير النقاش على دستور في أقاليم وكم إقليم أو لا في وحدة وطنية مركزية، بصير هذا هو النقاش، يعني خلص مشينا، فك الحصار، وقف العدوان، سحب القوات الأجنبية، هذا كله صار مسلم فيه. وبالتالي فإذا لما هذا المشروع الأمريكي السعودي الإسرائيلي يتلقى هذه الضربات الموضوعية ويصل إلى الطريق المسدود، شو بده يعمل؟ بده يفاوض، ما عنده حل تاني. هلأ هو بده يفاوض وعم يضغط، هو ما بيوقف ضغط، فإذا أنت يجب أن تضغط لتعمل توازن بالضغط، والمفاوضات تجري ساعتها على ضغوط متبادلة. بالضغوط المتبادلة أنا بقرأ، ما عندي معلومات، لأنه اليوم سمعنا عن الخبر بدير الزور أنه أول عملية نوعية تستهدف القوات الأمريكية في حقل عمر النفطي اللي فيه الوجود الأمريكي، لا قتلوا ما قتلوا، صابوا ما صابوا، مش مهم، لو أول رصاص فوق الموقع. هذه بداية، هذه البداية تقول أنه ما بشر به الرئيس بشار الأسد عندما قال أنه المقاومة هي حق مشروع للشعب السوري، أكيد أنه في مجموعات وطنية سورية نظمت أمورها، رتبت أوضاعها على أساس خيار المقاومة، وبدأت تتصرف على أساس أن نهب الثروة السورية ووضع اليد عليها أمر لا يجوز الصمت عنه، وبالتالي سيتم التعامل معه بالنار. قديش فيه يتحمل الأمريكي؟ لما لعبت الفوضى يا أمريكي في العراق دفع ثمن الفوضى، كان في التزامات متبادلة، من بين هذه الالتزامات المتبادلة تثبيت الاستقرار في العراق يعادله عدم استهداف المواقع الأمريكية، هز الاستقرار في العراق يعادله استهداف المواقع الأمريكية، فنزلت 5 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تقيم فيها القوات الأمريكية أو أكبر القواعد الأمريكية. وبالتالي نحن قدام شهور، ما عم أقول أسابيع، لكن مبين أنه تركيب السن على السن في الملفات التفاوضية عم يقطع مراحل، وخلينا ناخدهم وحدة وحدة. قدامنا مبين في اليمن أنه صار 70-80% مقطوع اليوم من الشوط باتجاه التسوية. اليوم كلام عادل الجبير هو اعتراف سعودي علني، يعني بالتالي هو إبلاغ لجماعته للرأي العام
إيفاء بالتزامه بالمفاوضات أنه هي نائلنا أنه نحن ماشيين على تهدئة ستنتهي بتسوية. بلبنان التفاهم على الصيغة الحكومية اللي بتريح الجميع، صحيح أنه المرشح الأبرز اللي هو المهندس سمير الخطيب أو ما يمكن أن ينتج عن سعد الحريري، لكن أنا بعدني برجح سمير الخطيب لأنه بشكل مرحلة انتقالية في العلاقة بين سوريا وكل الخصومة الخليجية اللي على رأسها السعودية واللي سعد الحريري امتداد لإلها واللي الإمارات بدأت مراحل فيها لا من وراء ظهر الأمريكان ولا من وراء ظهر السعودية. وهذا الكلام الاعترافي وليس المديح، هذا الاعتراف بأن سوريا ستعرف الاستقرار في ظل الرئيس بشار الأسد، هذا مش اعتراف إماراتي مجامل، هذا اعتراف سياسي، وهذا الاعتراف السياسي هو تتويج لمعارك كبرى خيضت كانت فيها الإمارات تمول الجماعات الإرهابية في سوريا هي والسعودية والأمريكان، وهي اليوم تتكلم بلسانها ولسان السعودية والأمريكان، وهي عندما تأتي بلبنان وتزكي بعد ما مولت الفوضى ومولت الجمعيات التي أرادت شيطنة حزب الله وحلفاء حزب الله والهجوم على حزب الله، بتجي تقول أنه فلان نحن داعمينه ليعمل رئيس حكومة ضمن أنه حزب الله يكون ممثل بالحكومة، لأن الأمريكي يعلم أنه خلص وصلت الأمور إلى النهايات وليس بالإمكان تحقيق مكاسب إضافية بمزيد من الضغط، مزيد من الضغط قد يؤدي إلى الانفجار، الانفجار يعني كل واحد بيروح بطريق، والطريق اللي نحن منروحه طريق دسم ومغري بداياته شوك وصعوبات، لكن متى تم تذوق نهاياته فلن يعود أحد إلى الوراء، رح تمضي الناس قدما. بس بلشت الناس تعرف نتائج تكامل اللبناني السوري العراقي، بلشوا الشركات اللبنانية يطلعوا على سوريا، وبلشوا الشركات اللبنانية يشتغلوا بالعراق، وبلشت البضائع العراقية تسلك طريق مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، العراقي سيرتاح، العراقي سيكتشف أنه قادر أن يأتي إلى بيروت بأربع ساعات يكون مخلص أعماله وبنوكته، وهذا رح تتدفق الأموال العراقية إلى البنوك اللبنانية. هاي بدها نقطة البداية، نقطة البداية صعبة وقاسية ولن تلجأ إليها الناس إلا في الظروف الضاغطة وهي آتية حتى لو تشكلت حكومة، لأنه الأمريكي شو بده يعمل للاقتصاد اللبناني؟ إبرة مورفين أنه جيبوا لكم كم مليار دولار لحتى نقطع الأزمة. طيب وبعدين؟ الناس اكتشفت اليوم وصار على نطاق واسع هذا الأمر متداول أنه نحن أمام مشكلة جوهرية أساسها ضعف ميزاننا التجاري، أننا نستورد أضعاف أضعاف ما نصدر، وبالتالي لازم ننزل استيرادنا، لازم نرشق هذا الاستيراد، ندرس شو هي السلع التي نحن ننتج أو نقدر أن ننتج ما يعادلها، نستغني عن استيرادها، ما 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 نمنعه لا، بس حط عليه ضريبة 100%. شو المانع؟ يعني شو المانع إنه السيارة مثلا تكون ضريبتها مش لأنه مننتج منها، لا، السيارة اللي من 40,000 دولار ونزول والله عليها على حد سعرها، 20,000 عليها 20%، 10,000 عليها 10%، 30-30، 40-40، 100-100، واللي فوق 100 150-150، 250-250، يعني حقها 250,000 دولار خلي تكون ضريبتها 250%، واللي بده يجيبها يدفعهم شو عقلبه، اللي قادر يدفع 250,000 دولار حق سيارة يدفع 500,000 ضريبة استعمالها بلبنان، ما بده ببلاش يروح يركبها برات لبنان، كل بلاد العالم هيك، واللي بده يشتري ب10,000 يدفع 10%. هذا المواطن المعتر اللي أنا بدي أقف حده كدولة، ما هي دولة الرعاية؟ هذا المفهوم وهذا رايحين عليه، ومثله أجبان وألبان ولحوم وهذا كله كله من برا. أيمتى بلبنان كان عندنا أزمة لحوم أصلا؟ لما بطلنا عندنا مزارع أبقار ومزارع أغنام والسبب البطر، أنه في واحد بيروح بيدفع ليجيب من البرازيل، قديش المسافة من البرازيل لهون؟ قديش؟ وهي السودان، هي السودان شبر ونص، روحوا على السودان وجيبوا بواخر واعملوا مزارع ونموا وطوروا ويصير عندنا مواردنا الطبيعية للحوم. هاي سوريا ما أمني مواردها من اللحوم، هاي إيران ما أمني مواردها من اللحوم، كل الدول التي تريد أن تصون استقلال الوطني وأن تصون اقتصاد الوطني تعمل اكتفاء ذاتي غذائي أولا،
اسمه الأمن الغذائي، اسمه كيسنجر أصلا بيرويها عن جلسته مع الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه، أنه لما عم بيقول له أنت عم تحكي مع أمريكا بسياق المفاوضات حول وقف إطلاق النار، كيسنجر يغضب لأنه الرئيس الأسد ما قبل بالشروط، قال له أنت عم تحكي أمريكا، قال له إيه هذا بتقدر تقوله لغيري مش لإلي، لأنه بدك تتذكر أمرين. الأمر الأول، نحن دولة لا ديون عليها، ديونها صفر. اثنين، نحن دولة عندها اكتفاء ذاتي غذائي، وخصوصا القمح، وخصوصا القمح اللي كانوا بخطه وما يجوا هيك لحالهم جتت السماء وصارت قمح بيعمل اكتفاء ذاتي، ولا رجعت سوريا تعمل فائض مش بس اكتفاء ذاتي، مرقت عليها سنوات عجاف رممتها. وبالتالي هذا التطور في المعيار الاستقلالي ناتج عن هذا التطور في الاكتفاء الذاتي. ولبنان الله منعم عليه بطبيعة شو ما تمنى وطلب، بيقدر بيقدر بالزهور يكون مصدر عالمي أول. بس مين مهتم؟ دولة دايرة ظهرها مش سهلة، دولة مهتمة ب مثل ما بيقولوا المدلل اللي عندها اللي هي المصارف، ارفع لهم فوائد ليزيدوا أرباح. طيب هذا بات الآن هناك وعي شعبي كبير وعين مفتوحة على الفساد وعلى سوء الإدارة الاقتصادية والمالية، وهو جايين إجباري ويجب أن ندفع باتجاه أحداثهم. وأنتم بتذكروني أنا من 3 سنين وأنا أنادي هذه الانتصارات التي يحققها محور المقاومة ما لم تترجم بانتصارات استراتيجية عنوانها الالتفات إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالتشبيك اللبناني السوري العراقي الإيراني. ومرة عملت حلقة مخصصة عن النفط والكهرباء والغاز وسكك الحديد، وحتى الخليوي نفسه لبنان وسوريا والعراق وإيران قديش حجمهم بالنسبة لروسيا أو بالنسبة للصين، ليش بده يكون عندنا 4 شبكات وما بنحكي مع بعض إلا دولي؟ يا خيي بكل بلد من البلاد في 3 مشغلين و2 و4 و5، عملوا مشغل مشترك بس للي بيرغب انه يكون عنده رقم 1 بهال4 بلاد، وانا اول مشترك ومثل كتار بالالاف في ايران وبعشرات الالاف في العراق وبمئات الالاف في سوريا ومئات الالاف في لبنان. وبالتالي بكل شيء قادرين نتكامل. الانتداب الفرنسي والبريطاني لما اجى على المنطقة، الانتداب الفرنسي شو عمل بين لبنان وسوريا؟ عمل مجلسي نواب وحكومتين ورئيسين وجيشين، بس عمل ليرة وحدة ومصرف مركزي واحد وسكة حديد وحدة وشبكة تليفون وحدة وإدارة ريجي واحدة تبغوا تنباك. ليه؟ لأنه بيعرف المشتركات وسماها مجلس إدارة المصالح المشتركة. وبالتالي الذي بدأ الآن ولن يتوقف هو إعادة النظر بالنظام المالي في لبنان وإعادة النظر بالفساد، وهو خلص فتحت عيون العالم عليهم، وقوى المقاومة معنية، مش عم نتركهم معلقين بالهواء، قوى المقاومة معنية بألا تترك معركة مكافحة الفساد، ومعنية بأي حكومة بتجي وما بعد الحكومة اللي بتجي، هذا طريق انشأ وبدنا نكمله، وبناء اقتصاد منتج وقوي قادر أن يوفر فرص العمل وقادر أن يصدر، قادر أن يستغني عن الكثير من المستوردات، قادر أن يصحح ميزانه التجاري. وما عندنا أزمة، لا لبنان مفلس ولا العراق مفلس، سوريا بألف خير وبتتحسن أكتر، وبالتكامل اللبناني السوري العراقي بينهض الاقتصاد بسوريا وبينهض بالعراق وبينهض بلبنان. هي سنة الطبيعة، سنة الخالق اللي معمولة حركتنا الاقتصادية عكسها. نحن شو عملنا بلبنان؟ بلبنان بالسبعينات كل مقومات الدور اللبناني والنظام اللبناني فرطت، لسبب علقة الحرب أصلا فتنا بأزمة بسبب أنه سقط الدور اللبناني، سقط النظام الطائفي. شو عملوا بالطائف؟ اخترعوا له بدع ترقيعية، ما نعمل نظام جديد، ما نعمل نظام الارتباط بالخليج اللي سقط بالسبعينات لأنه خلاص الخليج صار عنده وكالاته وخدماته وبنوكه إلى آخره. اخترعوا لنا شو؟ مقايضة زبائنية، انه بتاخدوا ودائع من الخليج وسندات خزينة وهذا وبتتبعوا سياسيا، بتاخدوا مصاري وتبعوا. طيب ما عاش في بالخليج مصاري، ليش بدك تتبع وليش بدك تعمل هالتلفيقة؟
حتى العلاقة اللبنانية السورية، بدل ما تكون علاقة عميقة بالمجتمع بالمصالح المشتركة، التفاح اللبناني والموز اللبناني والتياب السورية والأدوية السورية، كل المصالح تتشبك، رحنا عملنا دعوة قايد والعلاقة الأمنية مقابل أنه تلازم المسارين مقابل تلازم الفسادين. هذا اللي نعمل، أنه تلتزم الطبقة السياسية الفاسدة بلبنان بأنها تمنح سوريا شراكة المصير في الصراع مع إسرائيل وفي الخيارات الإقليمية الكبرى، مقابل أن سوريا تحمي الطبقة الفاسدة في لبنان. هاي تلازم المسارين مقابل تلازم الفسادين، والفساد بسوريا بيأكل وبيعطي مع الفساد بلبنان، وفي تلازم مسارين بمحل وفي تلازم فسادين بمحل. طيب ما هذا اللي وصل إلى انفجار العلاقة اللبنانية السورية، والآن مطلوب إعادة التأسيس على تلازم وتكامل المصالح. وهون أنا عمول أنه نحن لسنا أمام، بالعكس بالسياسة العليا نحن أمام فرص التفاوض من أجل تسوية، نملك أوراق قوة لنفرض منطقنا في التسوية، ومنطقنا نقطة وحدة فيه، ما عندنا مانع بلبنان بشراكة جماعة السعودية والأمريكان وغيرهم، وما عندنا مانع بالعراق، لكن أمن إسرائيل لن يعطى ضمان، هذا هو الشرط، هذا الشرط الحاكم، والباقي تكون تسويات منصفة على أساس لك في الحكم بمقدار ما لك من الشعب، انتخابات والناس بتقول، واللي عنده أغلبية شعبية يحكم، واللي معه أقلية يعد بالمعارضة. أما على مستوى شكل إدارة الدولة لا، هذا شأن داخلي، لازم قوى المقاومة في العراق يكون هي صوتها الأرفع في مكافحة الفساد، هي صوتها الأعلى في تنمية الاقتصاد، في إيجاد فرص العمل، في تحسين الخدمات. ما عاد هاي الأمور بسوى أن تكون اهتمام درجة عاشرة، وأنه نحن للقضايا الكبرى، ما هي القضايا الكبرى يا حبيبي لا تصان إلا بهذا الشعب، هذا الشعب اللي بده يقدم له شهداء، وهذا الشعب اللي بده يقدم أثمانها من حياته من عذاباته. إذا هذا الشعب من شاعر أنه كرامته من كرامة القضية التي ينتصر لها، شو كرامته إذا بده يذل ويهان على لقمة العيش على تنكة البنزين؟ وين عاد في كرامة؟ وبالتالي لا، هذا الشعب الآن، وعم بقصد الشعب الذي أعطى المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي العراق، هو يعني سابق، هو عاطي بعد مش ماخد، هلأ صار له حق ياخد. وبالتالي قوى المقاومة بعدما قدم هذا الشعب تضحياته، وبسبب هذه التضحيات حققت قوى المقاومة انتصاراتها، الآن عليها أن تصرف فائض هذه الانتصارات لتحقيق إنجازات يلمسها الشعب في حياته، يلمسها بحياته. هي مش معجزة، ما بدها الأد يعني، ما هي مبينة، ممنوعين عنها لأنه الأمريكي منعنا عنها. بقوة الانتصار أنت يجب أن تكسر هذا المنع الأمريكي، وبقوة الابتزاز الآن أنه الأمريكي كمان معش قادر يمولك، ما هو يضخم لك دينك وضخم لك فسادك وضخم لك أمراض نظامك لدرجة صارت كلفتك عالية عليه، صار أقصى شيء فيه يعطيك إياه هالأوبر المورفين هالحقن اللي بتدفشك سنة لقدام، وهذا ما عاد مقبول ولا بأي بلد بيكون مقبول. وبالعراق نفس الأمر، منه مطروح من ذات الزاوية المالية. وأنا برأيي دكتور عادل عبد المهدي عمل خطوة جبارة بالذهاب مع إلى الصين وتوقيع هذه الاتفاقيات التي لن يجرؤ أحد على إلغاءها بالمناسبة، لأنه هي الوجهة المستقبلية للعراق، هي اللي رح تنهض بالعراق، لأنه هي أغلبها بناء مصانع، أغلبها تطوير سدود، أغلبها بناء منشآت بنى تحتية كهربائية وغاز وإلى آخره، ولذلك وسكك حديد، لذلك العراق سينهض بهذه الاتفاقيات، سيكبر وينمو. وبهالمعنى أنا بقول لا، نحن رايحين على ما على ما على مرحلة كلها إيجابيات. عندنا 7-8 أشهر اللي حكيت عنهم أنا بحلقة سابقة، إنه من هون لموعد الانتخابات الأمريكية قطعا الأمريكي لن يتهاون في توظيف كل نقطة ضغط يستطيع أن يمارسها، ما رح يوقف. ليش؟ ليحسن شروط التفاوض، لكن موضوعيا نحن الأقوى بكل شيء. هو بيده النظام المالي العظيم، بيفرطه فرض جماعته، لذلك هو له مصلحة ما يفرطه، ولذلك صمودنا إذن مستند إلى حقيقة، مستند إلى أننا الخاسر الأقل من الانهيار، وبالتالي على الخاسر الأكبر هو أن يمنع الانهيار. فإذا شو بيدورك؟ بس بالتهويل والحرب النفسية،
انه بيعمل حافة لهاوية في الاقتصاد وحافة لهاوية في الانفجار في العراق. طيب ما خافت الناس من حافة لهاوية؟ تحملت التضحيات ماشي، الله يرحم اللي راحوا بالعراق، اللي عمين قال اغلبهم راحوا برصاص قناصة مزروعين من اجهزة مخابرات، ونقال الجيش ونقال الشرطة، يمكن في 10% منهم برصاص الشرطة ولادها بعد ما تكون الامور فلتت عن السيطرة، لكن يستحيل ان نصدق بانه هذا العدد الضخم مثل ما كان يصير بسوريا، واللي الان انكشفت كل الاشياء كيف كانت اجهزة المخابرات الغربية قد زرعت قناصتها وجماعاتها بين المتظاهرين، واطلقوا النار على الشرطة واطلقوا النار على المتظاهرين ويتركوا الامور تذهب الى المذبحة الدموية. وكلنا بنتذكر كيف كان عشية كل مرة مجلس الامن عنده نقاش بالوضع في سوريا نسمع عن مجزرة، انه الجيش يرتكب مجزرة في المنطقة الفلانية. يا عمي ليش هالليلة؟ هاي مثل يوم التحقيق باغتيال الرئيس الحريري، كل ما في جلسة لمجلس الامن ليتلقى تقرير للجنة التحقيق يتم اغتيال واحد من 14 اذار. لدرجة انا مرة قلت لهم على التلفزيون، قلت لهم عم بدي اعتبر السوريين اغبياء. طيب فكروا انه هذا بيخلصوا منه، علما يعني ثلاث ارباع اللي تم استهدافهم ليسوا في حساب سوريا، بس انه هذا بيثور، هذا بيفور، نقتل فلان. طيب تاني مرة ما انتبهوا السوريين انه خيبة كنت تقتلوا، ما تقتلوا قبل الاجتماع اللجنة بالليل، انه اللجنة بكرة الصبح، بالليل نقتل بيير جميل، قبل بليلة نقتل جبران تويني، قبل بليلة من اللجنة نقتل وليد عيدو. رجعوا للتواريخ، تاني يوم في اجتماع لجنة قبل بيوم قتل واحد، وبسوريا تاني يوم في مجلس امن قبل بليلة مجزرة، يا كيماوي يا غير كيماوي، وانه الدولة السورية عملتها. وبالعراق هلا نفس الشيء، والله نجى لبنان. انا بلكن السبب مش كرم اخلاق امريكي، ولا انه الدم اللبناني غالي عليهم، ولا لا، لانه بخافوا من انفلات الامن أن يجبر المقام على اتخاذ تدابير قاسية لحفظ الأمن، وإذا أخذت هذه التدابير القاسية طار لبنان، راحت اللعبة. لذلك إني عم يتفادوا كانوا المزح بالأمن، ووصلنا إلى النقطة التي نحن فيها. في النقطة التي نحن فيها إيران في موقع قوة، في العراق بعد استقالة عبد المهدي صرنا في موقع أقوى، لأنه رمى الاستقالة الآن في وجه الذين كانوا يقفون وراء التصعيد. طيب عال خدوا هاي الاستقالة، شرفوا ركبوا حكومة هلأ في العراق، مع مين بدكم تركبوها؟ ما عم نحكي هلأ مش لأنه الموضوع، بس هي طبيعة الأشياء هيك، أنه في فريق بالعراق هو فريق المقاومة، بدونه ما في إمكانية أنك تمشي حكومة، وبلبنان نفس الأمر، بالتالي بك تحكي معه. طيب يا أمريكاني بلبنان عم تقول أنتوا ركبوا حكومة، أنا تعوا احكوا معي، عظيم معك حق، لأنه بلبنان سائب أنه اللي مضطر يحكي ليركب حكومة هو فريق المقاومة، يحكي مع الفريق الذي يمثل هذا الامتداد بالخليج وبأمريكا اللي هو الرئيس سعد الحريري. طيب بالعراق معكوس، نحكي معكم تعوا حكوا معنا، وإلا الفوضى. الفوضى بالعراق في قوات أمريكية، فيش قوات إيرانية بلبنان لتقلي منروح منقوس عليها. بالعراق القوات الأمريكية احتلال، ويملك الحشد الشعبي كل المشروعية في التعامل معها كمحتل، ويقول هي مقاومة وطنية عراقية. وبسوريا الأمريكان احتلال، وبدأت العمليات وأكيد ستتصاعد وتستمر. بالتالي الأمريكي بده يعمل حساباته منيح، المزيد من اللعب يؤدي إلى مزيد من الخسائر، يعجل لأن الوقت الآتي ليس في صالحه. وأنا من زمان إذا بتذكروا بوحدة من هذه الحلقات قلت للي بيقولوا وشو بيقدر يعمل حزب الله، يعني قوى المقاومة، مش المقصود حزب الله في كجسد، كل منطق المقاومة وخيار المقاومة، تلكن اللي عمل هذه الإنجازات العظيمة عام 82 في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووجود المارينز 82 83 84، كان أقل خبرة وأقل قدرة وأقل إمكانية مما هو الآن. طيب اللي ب 82 فجر مقر الحاكم الإسرائيلي ومقر المارينز عاجز عن مقرات الأمريكان بدير الزور وبحقول النفط وبغيرها، يعطي شوية خبرة منه لهؤلاء الشباب السوريين المؤمنين بخيار المقاومة الذين بدأوا عملياتهم اليوم على طريقتهم، انه يمكن بعد اولها، بس لما بتقرر المقاومة ان تحتضن هذه المقاومة الناشئة في سوريا.
وتحتضن هذه المقاومة الناشئة في العراق، شو بصير بالأمريكان؟ لوين بيروحوا الأمريكان؟ وبالتالي إذا معادلات المنطقة حتى بوحدة من الأشياء من الفرضيات اللي كنا عم نحكي فيها، أنه إذا قررنا التصعيد مثل ما أني عاملين تصعيد، صعدنا رحنا قلنا ردنا نجيب بنزين بالبر بالصهاريج من إيران اللي عندها فائض 40-50 مليون لتر باليوم، سوريا كل استهلاكها هي ولبنان 20 مليون 25 مليون، وقررت إيران تقول أنا بقبلهم أنه هو ينقبضوا سوري بسوريا وأنا بدي استعملهم في دعم الشعب السوري ومشاريع، وجزء منهم بدي أعطيه مساعدة للدولة السورية، وينقبضوا لبناني بلبنان، وجزء منهم بدي أعطيه للقوى الوطنية اللبنانية وعلى رأسها حزب الله، وجزء منهم بدي أعمل فيهم مشاريع للشعب اللبناني. شو بصير شو بيعمل الأمريكي؟ بيطلع الطيران وبيضرب القوافل؟ عظيم، معناته أعطى الفرصة للاشتباك المباشر. ما هو عم يهرب من الاشتباك العسكري على الملف المالي لأنه قوي فيه. اجت المقاومة نقت نقطة ضعفه بالملف المالي اللي هي المحروقات لنصف فاتورة لبنان ونصف فاتورة سوريا، لمعلوماتكم يعني نص أزمة لبنان ونص أزمة سوريا هي فاتورة المحروقات، قالت محلولة. لبناني معش يعمل ضغط على الدولار هذا، ولا يا بنك مركزي روح افتح اعتمادات، جبنا البنزين خالص، وإيران قادرة وجاهزة. بيترك الأمريكي توصل الأمور لهون، شو بيطلع بيضربها؟ ما هو إذا ضربها فتح باب المواجهة المفتوحة التي ستقتلع قواعده. لذلك هو مضطر، وأنا أعتقد أننا الآن ندخل مراحل التسويات المؤقتة، معمول الطويلة ولا معمول النهائية، لكن التي ستتزخم بتسويات أقوى. مش رايحين على تسويات مؤقتة ستنفجر حروبا، لا، رايحين على تسوية مؤقتة بتصير تسوية مستديمة، بدها تجي عليها السعودية وبدها تخلص باليمن وبدها تجي عليها على سوريا وبدها تتكرس في سوريا بقيادة الرئيس الأسد وبدها تجي على لبنان وبدها ترجع تنعش الوضع الاقتصادي. لكن الذي يجب أن لا ننساه أن قوى المقاومة الآن معنية في المنطقة بأن تخاطب شعوبها بمسألتين أساسيتين: التكامل الاقتصادي لا رجعة عنه، ومكافحة الفساد هي قضية وطنية شعبية تعني المقاومة أخلاقيا ومبدئيا في كل مكان توجد فيه. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا.